هنا ايضا بعد ذلك اللاعب رقم 10 ويليامز البرازيلي، تسديده حلوه جميله في اللقطه الماضيه ولكن صد اجمل. ان شاء الله للفريقين في مشاهده ايضا لمحات. هذه هي الاعاده ايضا لاهل الاتحاد 4-0 اكسكات على فاز ايضا 4-1 على البحري، وفهود جميره 6-0 على صقور العرب فريق الاعصار في اللقطه الماضيه. نرحب ايضا بحكام اللقاء عبد الرحمن الجلاف الحكم الدولي، طارق المرزوقي، سالم جميل مع الكره، كرة ملعوبة الآن إلى ويليامز. ويليامز يحاول يمر اللاعب البرتغالي أو اللاعب البرازيلي ويليامز ومارسيلا مهران بعد ما سخن، لاعب عنده إمكانيات مقطوعة من أمامه، مرتدة سريعة للإعصار، يحاول هدف ثاني خطير أمام المرمى، بتنحط أيضا في المرمى، جول ثاني. وصل درب أيضا في الأهلي، درب في الشارجة في كرة قدم الصالات، هي اللعبة اللي يعني بدأت أيضا تاخذ حيز كبير من الاهتمام من قبل اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، واللي أوكل أيضا مهام تنظيمها فيها أيضا فريقين آخرين هما المركز وضوء راح يلعبون أيضا بعد هذه المباراة، بينما هناك أيضا لقاءين آخرين في اللقاء. هي مباراة الليلة، مباريات بطولة كرة قدم الصالات في بطولة نادي الشبه الثالثة، خطيرة تسديدة، وقت مستقطع في هذه اللحظات، هذه عادة للتسديد الماضية اللي صدها غريب وحرم فريق الإعصار. تكون أيضا من قبل لاعبي فريق مكتب زعبيل، 10 يحاول يمر ويليامز البرازيلي، هذا ويليامز ضاغط عليه مهران الرمضانية، المجموعة اللي تضم أيضا فريقين آخرين راح يلعبون بعد هذا اللقاء، المركز وضو، كرة سريعة الآن إلى ويليامز، ويليامز مهارات عالية لهذا اللاعب، هذا ويليامز شاهدنا أمس أيضا ريكاردو لاعب فريق فهود زعبيل واحد من أميز اللاعبين على مستوى العالم إن لم يكن أيضا هو الأفضل على مستوى العالم في الفترة الحالية، تألق وأمتع الجماهير المتواجدة في صالة نادي الشبا، أمتع المشاهدين عبر قناة دبي الرياضية، خطيرة هذه أمام المرمى بتتحول تسدد، الله الله، قدرات عالية لمارسيلو ولويليامز اللي مع الكرة، شوف ويليامز شوف كيف الاحتفال، ويليامز نقلات برازيلية ومحاولات الوصول لتسجيل هدف رابع، تقدم الآن للتسديد، يموه، يتراجع لاعبي فريق مكتب زعبيل للدفاع في هذه اللحظات، نلعب في اللحظات الأخيرة، وتنحط تخلص الآن، مرتدة سريعة خطيرة لمصعد فريق الإعصار، يحاول الإعصار ملعوب الكرة إلى 4 مباريات هذه المباراة والمركز وضوء بعد هذا اللقاء، وبعد ذلك في المجموعة الرابعة شباب العين مع المفاجأة والجوكر مع سبورت فور أول، هي محاولة للمرور تتخلص الكرة تبعد عن طريق ويليامز، ويليامز يحاول يستغل أيضا قدراته مهاراته، بعد ذلك يعود من جديد يهدي اللعب يريح سالم جميل الإعصار، والانتصار الأول حتى الآن، ويليامز يحاول مضغوط عليه من أكثر من لاعب الإعصار كما حدث أيضا في الهدف الرابع، سريع الآن إلى ويليامز، ويليامز البرازيلي يتقدم، ويليامز ضاغط عليه عبد الله المرزوقي، ويليامز مع الكره، ويليامز عبد الله المرزوقي، شوف المهارات، شوف كيف الاحتفاظ بالكره، شوف كيف القدرات فريق الاعصار من الاربعه اهداف المسجله، هدف سجله مارسيلو ايضا وهدف سجله عبد الله جاسم المهيري، ويليامز مع الكرة، هذا ويليامز شوف يعني يمكن من بداية شوط المباراة الأول من الصعب أو ما شاهدنا ويليامز تتخلص من بين أقدام الكرة من قبل لاعبي فريق، يرفض أن يدخل في مرمى أي هدف في هذا اللقاء، يحاول الحفاظ على نظافة شباكة في آخر نص دقيقة، كرة الآن إلى ويليامز، ويليامز يهيئ عرضية ملعوبة، الكرة في وسط الملعب أمامية إلى ويليامز، ويليامز ويليامز يتقدم، ويليامز يحاول يمر، ويليامز مع الكرة، يا سلام على جاسم المهيري، هدف، إذا الإعصار يودع الثلاث نقاط الأولى، يرجع عند ويليامز أوليفيرا، ويليامز بيحاول فاتسيورا مع الكرة، فاتسيورا بيحاول ان هو يعدي، بص بقى التمركز الكويس من جانب لعيبه المركز، وادي وهبي وادي كده بيحاول يديها كوبري لكن توصل، فاسيور عدى كويس، فاسيور فاسيور ممكن يلعب لابراهيم خالد لكن يقف، فاسيور يسلم الكره عند مارسيلينيو اللي بيرجع من تاني عند فاسيور، المهاره البرازيليه شئتم ام ابيتم هي اللي لكنها بتتقطع وبترتد مره ثانيه، محاوله عند فاسيور قدامه كده عبد الله المهيري عايز يمرر له، عبد الله جاسم المهيري لكن فاسيورا يمر كويس، فاسيورا مع الكرة وقدامه تياجو، حريف على حريف ما ياكلش، حريف على حريف صعب، لازم الاثنين هيتعبوا بعض، وبص هنا هو محاولة من تاني، فاسيورا مع الكرة، غارسيا يلعب على الأرض ويحضر من تاني عند فاسيورا، ويليامز فاسيورا بيحاول، ويليامز عدى كويس من قدام تياجو، فاسيورا يا ولد،
خبطت في زميله وغيرت اتجاهها، ودي حل من الحلول اللي موجودة في أرض الملعب. والإعصار يسجل التاني دلوقتي، وأباسيورا يقول لي ماشي يا عم ماشي يا عم، اهي اهي، وفعلا خبطت في وائل خميس وغيرت اتجاهها، كانت صعبة جدا على حمد حميد عشان يبقى اتنين الإعصار واحد المركز. بقول لكم مباراة ممتعة. وتياجو فيليبي مع اللي بعد الاثنين القادم، ويوم الأربعاء تكون منافسة السيمي فاينل، بعد كده الثالث والرابع بحول الله تعالى هيبقى يوم 10 يوليو القادم. واحد مباراة ممتعة ومباراة مثيرة جدا في شوطها الأول، ويمكن في الشوط الثاني تتغير مجريات الأمور، لكن لحد دلوقتي لسه ما مرتش أكتر من 10 ثواني، وأدي باسيورا بيحاول. راشد حسن وإلى ركلة مرمى. الرهان السنة دي في أكتر من فريق، عندنا فود زعبيل، عندنا فود جميرة، عندنا المفاجأة، عندنا المركز، عندنا الإعصار، وعندنا فرق كتير جدا بتحاول بعد انتهاء طبعا منافسات البادل تنس، ولكن في البطولة المتكاملة في ناس 2015 المتعة دايما. كويس، ردت عند سالم جميل، أمامية عند باسيورا، يا ولد يا ولد عند باسيورا، يلعب البينية انطلاقة دافيد جارسيا، دافيد حاول عند كاسبر لكن اتقطعت. باسيورا حريف وعامل مشاكل لفريق المركز، يعني بياخد الكوره كده وبيلعبها على الارض ولكن اتقطعت. وسط فاسيورا، راح فاسيورا بيحاول، فاسيورا مستني المسانده، جاله مارسيلينيو لكن وقف وهدي. اللي بقول لكم من دبا من اماره لبجيرا، اماره لبجيرا، وادي هنا بقى فاسيورا اللاعب الممتاز يا ولد على الفاصل المهاري اللي فات، اتلعبت مرور ناجح يا ولد، مرور ممتاز. مباراه ممتعه وانتظروا فيها الكثير والكثير، وبال حتى هذه اللحظة هو شايفين المتعة، لكن باسيورا ودقيقة وعشرين ثانية. خلاص يا باسيورا، خلاص عرفنا ان انت نيمار يا نجم، يلا العب. باسيورا مع الكورة بيحاول، هو التاني ضيع وقت، واقف. طب اضغط عليه يا روجيريو، اي حد يدخل عليه يعني. غريبة اللقطة يعني، لكن المركز صراحة يعني اصاب الاعصار باحباط بهدف التعادل اللي سجله المتميز المنصوري. رجعت من تاني الكرة عند باسيورا، وناقص 47 ثانية، 47 ثانية ايه ده، خلاص داخلين على 40 ثانية على النهاية. المركز اللي كان نجح فيه في اول امبارح ان هو يحقق الانتصار، وكان الانتصار على حساب فريق المركز كان فاز على الضوء في اول مبارياته، وهنا المباراة الثانية هو المركز يخرج بالتعادل، ودي حاجه يعني تعتبر. وتياجو فيليبي بيحاول، وفاسيورا معاه، لكن حكم المباراه بيقول ما فيهاش حاجه. وصلت المحاوله من فاسيورا، عدى كويس وسدد الثالث للاعصار، الثالث للاعصار فاسيورا. تبقى النتيجه 3-2 واعتراض ومطالبه بخطا، لكن من اجل تنظيف الصاله بعد السقوط على الارض، وادي اعاده للهدف والتسديده اللي سكنت في مرمى حمد حميد حارس المرمى. 3-2 في مباراة مثيرة، وفي مشهد دراماتيكي يسجل الثالث قبل النهاية ب 16 ثانية فريق الإعصار. قدامنا هنا حمد حميد أو حمد الشمسي، وباور بلاير مرة ثانية عند وائل خميس، وخلاص 16 ثانية. وقدامنا هو فاسيورا اللي مرضيش يطلع الكرة من أجل علاج. المباراة القادمة اللي هتجمع ما بين المفاجأة وسبورت فور أول مع الزميل العزيز أحمد الجراح، شكرا لكم. وعلي مال الله والمقيم هو علي الملة. رجع التاني وأدي فاسيورا يا ولد، التالت للإعصار عن طريق فاسيورا، عن طريق باسيورا اللي بيسجل الثالث. ويليامز أوليفييرا دو. المباراة بين الإعصار النهاردة مسيطر على ضو بنسبة كبيرة، و 3-0. تلعب الثاني، خلاص كده ضو دخل مرحلة الاستسلام، وهلا هنشوف نتيجة كبيرة يعني فوز زعبيل اللي كانوا سجلوا 10 أهداف في الجولة القبل الماضية عند مارسيلينيو. باسيورا ثاني بيحاول، أدي باسيورا يا ولد يا ولد، عايزين ايه تاني بقى الاعصار؟ حد يقول للاعصار عايزين ايه تاني؟ الاعصار عايزين نتيجة كبيرة ونتيجة تاريخية في مباراة النهاردة. 4-0. وعم فاسيورا عمال يوريهم التاتو بتاعه او الوشم، لكن الحمد لله ان المخرج ما جابش التاتو، حاطط خنجر اعوذ بالله. لكن هو في مباراة النهاردة قرصين جامد قوي. الاعصار على ضوء، احمد حسين اسحاق ما يقدرش يعمل اي حاجه، حارس المرمى عند ابراهيم خالد نفس الجبهه ونفس الكوره ويا ولد، لكن احمد حسين اسحاق. ابراهيم خالد عند فاسيورا،
بيدور فاسيورا عايز يعدي يعدل الكرة كويس. يا ولد حلوة ده رجليه اليمين دي تتلف في حرير يا جماعة، رجله اليمين تتلف في حرير. فاسيورا اللي بيسجل الخامس لمصلحة الإعصار. فاسيورا أهون وادي التسديدة القوية وادي الكورة اللي بتدخل في المرمى من فاسيورا اللي عدل على يمينه. يا سلام، واحمد حسين اسحاق ما يقدرش يعمل لها اي حاجة. رد التاني وصلت، يلعب على الارض عند فاسيورا، كل ما نقلات اللعب تبقى احسن. يا ولد فيها ايه زي ما هو عايز، وهي الاعادة. بص فاسيورا، يا هي الاعادة من هنا ممكن تبان ولا ايه؟ لا ما دخلتش عند فاسيورا اللي بيحاول. فاسيورا بيمررها من تاني، بيعدي بيمر كويس. يا ولد بيهاجموا بنفس الطريقة اللي بادئين عليها في شوط اللقاء الأول. وادي فاسيورا يا ولد، المهارة الخاصة في أقدامه حلو عند سالم جميل. فاسيورا هو اللي معاه الكرة وبيحاول يعدي. فاسيورا يمر كويس يعديها يا ولد على التسديدة، لكن الإعصار كله ضغط ضغط، كله ضغط ضغط، وفاسيورا بيرقص وبيسدد، لكن المره ممكن التسديده، لكن هي التمريره الحلوه. وادي الكره فاسيورا يا ولد يا ولد يا ولد، لكن احمد حسين اسحاق بامتياز يتصدى في اللقطه اللي فاتت. اهي الاعاده، وادي برافو احمد حسين اسحاق من ناحيه الشمال. وادي الكره اللي موجوده عند فاسيورا، فاسيورا بيمر بيعدي، فاسيورا بيعدي بيمر كويس. فاسيورا مره ثانيه عايز يلعب بالعرض لكن يقف عليه، يحاول من تاني. فاسيورا يمر يا ولد، عدى كويس وسدد لكنها مرت الى ركله مرمى. بامكان الاعصار ان هو يعمل ريكورد تاريخي في مباراه ابراهيم. مر لاعب لفاسيورا لسه ما طلعتش الحقيقه يا ولد، يمر بالعرض يعليها، لكن يا سلام على اللقطه، يا سلام على اللقطه، وسقفه فعلا لناصر عيد وسقفه لفاسيورا. بص لكن ناصر عيد وهنا عبد الله مع الكره ابراهيم يسلم عند فاسيورا، فاسيورا عدى فاسيورا بيحاول فاسيورا يسدد، ولكن برافو بقى البلوك الدفاعي، برافو ناصر عيد لفاسيورا تاني، بيحاول ان هو يعدي بيتلاعب لكن ضغط ناصر عيد وبقت مرتده سريعه. وادي التمريره حلوه عند سالم، وتسعه للاعصار، 9-1 وسجل يا علي يا توم عندك 9-1. أظن الكباتن علي الملا وعلي مالالله إيدهم وجعتهم، إيده وجعته الكابتن علي مالالله الحكم الميقات اللي موجود معانا في مباراة النهارده، يسلم لي هو وأبو عمر. رجعت تاني المحاولة من جديد على الأرض، وهي إعادة للاحتفال بتاع فاسيورا اللي بيسجل الهدف التاسع، وهل الوصول للعاشر ولا إيه؟ لكن التصدي المرة دي لمهيري مع الكرة على الأرض، محاولة من جديد، مرور ناجح، وادي كره من فاسيورا اللي عايز يجيب العادي يلعب لفاسيورا، بيدوروا على ال11 لكن المره دي برافو بقى يلعب لفاسيورا، فاسيورا بيحاول من جديد عايز يعدي، عدى وال11 11-1، اكبر نتيجه في البطوله، اكبر نتيجه في البطوله، وفاسيورا اللي بيسجل 7 اهداف في مباراه النهارده عشان تبقى النتيجه 11-1 ويتساوى مع فهود زعبيل في الاهداف، بيتساووا في الاهداف، يمكن هم افضل لان هم دلوقتي مسجلين 18 هدف. للوصول للدور نصف النهائي سيكون انجاز مهم في هذه البطوله. عموما تغيير في الانظمه او عوده للانظمه الدوليه بالنسبه لكره الصالات على النهائي والثالث والرابع ان شاء الله يوم الجمعه القادم. هذه الكره ملعوبه، تسديده قويه في اللقطه الاخر، والتر فرنانديز وصلت لفازورا، هو شهير بهذا الاسم فازورا، هو لقبه، هو يتقدم الان والكره، الحكم الثاني علي كريم والحكم الرابع او الثالث جاسم عيدي وطارق المزروعي الحكم الميقاتي لهذه المباراه. تمضي اول 4 دقائق على بدايه هذه المباراه في دور بتعدي فاسورا بيسيطر عليها، فاسورا يتقدم وبيسدد وتسديده بيتغير اتجاهها. فاسورا حاولت المرور، التغطيه الممتازه من قبل اللاعب البرازيلي لاعب بنفيكا دييغو، حتى الان بدون اهداف. كره
إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. نجوم كبار طبعا حاضرين هذه البطولة. ومرة ثانية فريق الإعصار الآن يسيطر على الكرة. باسورة، لازلنا ننتظر أول أهداف هذه المباراة. انقضى أكثر من نصف، وين ما تكون بتشوفنا، كانك في الوطن العربي بتشوفنا، كانك في لندن بتشوفنا، في أمريكا إن شاء الله أنك بتشوفنا وبتعيش معنا أجواء هذه البطولة. مارسينيو، مارسينيو بيلعبها على الكرة في المرمى. باسورو هو منظمهم الأول، هو كابتنهم الأول، هو من يسجل الأول ويعلن عن عودة المباراة إلى نقطة البداية. 1-1. شايف هذه اللعب، هذه اللعبة وهذه اللقطة وهذا الهدف الذي سجل الآن لمصلحة فريق الإعصار الذي عاد سريعا، لم يتأخر كثيرا وعاد للمباراة، عاد للمباراة. هذا فاسورو يسجل هدف التعادل. عندنا نجوم كبار في هذه البطولة. كرة ملعوبة، فاسورو، فاسورو، كرة ملعوبة لكنها تتخلص، بتعود الآن للمفاجأة، أو هذه ضد المفاجأة. الفريق نقل الكرة، تسديدة من فاسورة الإمارات في مختلف المسابقات حتى غير كرة القدم. شايف هذه التسديدة، هنا تلقي حارس استواني في اللعب. باسورة، باسورة تقدم وسدد ولكن خلص حارس المرمى راشد حسن. باسورة صاحب التسديدة الماضية المميزة وصاحب هدف التعادل والمتقدم في اللقطة الماضية سدد، لكن أبعدها المتألق راشد. سيحاول الإعصار على أقل تقدير أن لا ينهي الشوط بفارق هدفين، والكرة في 8 ثواني وينتهي الشوط. شايف هذه التسديدة، تلقى إعصار، إعصار قوي، كرة محاولة من خلال خطأ واضح في اللقطة الماضية لمصلحة فاسورو ضد فيليبي البرازيلي لاعب الدوري البرازيلي في اللقطة الماضية. أقل من 15 دقيقة ما تبقى أيها الأحبة في كل مكان في أولى مباريات دور الثمانية لكرة الصلاة ناس 2015. ديفيد الأسباني، فاسورو بيسدد. حتى الآن شكل المباراة واللقطة الماضية جميلة، الحكم يأخذ عليها انذار مو بلاعبنا. هنا 5-2، فاسورو يسجل، فاسورو يسجل. احنا نطالب اللجنة المنظمة بإلغاء الانذار عن حمد على اللقطة الجميلة اللي خذها، وأي واحد يسمعنا في اللجنة لازم يقول تم. لو تتكلم عن كرة الصلاة كان ممكن ناس كثير يقولوا لك يعني، يعني حتى اللعيبة ما كانوا تحصل. سيطر، بيتقدم، بيسدد، والكرة الآن أمام المرمى لكنها ضاعت. كانت فرصة حاسمة جدا من عمر المباراة، كان ممكن أن تكون هي الفرصة التي تصنع فارق الهدف، لكن ما